جرح أربعة بانفجار عبوة ناسفة أمام الملعب الرياضي في مدينة إب أثناء وقفة احتجاجية منددة بالجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين في قرية صراري والقرى المجاورة. 4 جرحى من المواطنين هي الحصيلة الأولية لانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على قارعة الطريق المؤدي إلى استاد إب الرياضي وسط المدينة، استهدفت جموعا من المتضامنين كانوا في طريقهم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية مع أهالي قرية الصراري بتعز. ما حدث اليوم هو فعل حقير لا يثنينا عن ما نحن عليه، ونقول للخونة والمرتزقة والعملاء قسما أن خارجون ومستمرون، وأنتم المهزومون ومهما عملتم لن تخيفونا أو تخيفوا الشعب، فأنتم لا تسوؤون شيء ولا تستحقوا أن يذكركم الناس. وما عرقلتكم المسيرة اليوم ومظاهرة اليوم إلا دليل على جبنكم وحقارتكم وباين أعمالكم بما تقومون به بقرية الصراري. هي نفسها أيادي الإجرام التي أزهقت أرواح الأبرياء من أبناء الصراري، تسعى اليوم لإزهاق أرواح الكثيرين من أبناء الوطن الواحد، سعيا منها لحجب الصورة الحقيقية لجرائمها البشعة. في هذا اليوم نعلن وقوفنا وتضامننا مع أبناء قرية الصراري لمواجهة هذا الفكر المتطرف الذي أظهر بشاعته، وهذا ليس بجديد على الفكر الوهابي الذي تقوله قوى الشر لمحاربة وقتل أبناء الشعب اليمني. خرجنا في هذه الوقفة الاحتياجية تعبيرا منا عن ما يحدث لأبناء مدينتنا أبناء تعز، وليس بغريبا على عملاء الداخل أن يستخدموا مثل تلك الأساليب الهمجية والتي هي من أخلاقهم والتي تربوا عليها، فما يحدث لإخواننا في منطقة الصراري ما هي إلا وسيلة من الوسائل التي قد عهدناها واستخدموها منذ بداية العدوان على اليمن. أبناء محافظة إب كغيرها من المحافظات نددت استمرار العدوان السعودي الغاشم على اليمن، محملين بذات الوقت المجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل بصراري تعز خاصة واليمن عامة من جرائم القتل والخراب والدمار. سمية سحلول، قناة اليمن اليوم، محافظة إب. عاود طيران العدوان السعودي قصف